قدرتش تحققها وكان نفسك تحققها لحد دلوقتي؟ هي بطولة ما لعبتهاش قبل كده، لعبتهاش غير مرة واحدة بس، اللي هي بطولة أفريقيا أندية، وخسرتها مع الجزيرة، ويعني نفسي أكسبها مع النادي الأهلي كمان، مع التطور اللي بيحصل فيها كل سنة عن سنة والاهتمام بيها من الـ NBA وكده، فأكيد ليها طعم خاص. بس دي مش هتيجي غير لما نكسب الدوري الأول، فإن شاء الله ده هدفنا كله دلوقتي، هنكسب الدوري، عشان الهدف الاكبر ان انا ساعه ما جيت النادي الاهلي ان احنا عايزين نكسب بطوله افريقيا. مين اللعيب اللي انت نفسك تلعب جنبه او كنت حابب ان انت تلعب جنبه في نفس الفريق؟ طبعا انت لعبت في منتخب مصر مع لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي والجزيره، شايف مين اللاعب اللي انت كنت تتمنى ان انت تلعب جنبه بس يعني ما لعبتش، بس انت شايف طريقه لعبه مثلا يناسب تسهل لي؟ والله انا كان حظي حلو ان انا كل الناس اللي اتفرجت عليهم وانا صغير يعني لحقتهم في الملعب يعني، بس هما اتنين لعيبه ان انا كنت وانا صغير على طول بتفرج عليهم وطولوا في الملعب، بس للاسف انا ابتديت اخش منتخب 2009 كانوا هما بطلوا يجوا منتخب، كابتن احمد منير وكابتن اسماعيل احمد، دول اتنين لعيبه من الجيل يعني اكبر مني بشويه، اللي هما اوائل الثمانينات اواخر السبعينات، انا 91، دول في الجيل اللي قبليه انا كنت نفسي العب معاهم يعني. انا لعبت مع كابتن وائل بدر ورامي جنيدي وطارق غنام وشريف جنيدي وامير الفنان هيثم السعيد، لعبت مع كل الكباتن دي، بس هما اتنين دول اللي كانوا في المنتخبات القبلية وانا على طول بشوفهم من وانا صغير بيلعبوا ومكسرين الدنيا، وكان نفسي العب معاهم بس ما حصلش نصيب يعني. طب مين مثلك الاعلى في كرة السلة محليا وعالميا يعني هنا في مصر وبره؟ يعني عالميا انا اكتر لعيب بحبه يعني كان كوبي براينت، و عربي محليا مش عارف يعني، كنت بحب لعيبه كتير وانا صغير بس ما يعني مش عارف. طبعا احنا في رمضان، فطبعا عايزين بقى نتكلم عن ذكرياتك في رمضان وكده، بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني بقى نتكلم عن ذكرياتك في رمضان وكل حاجه بقى متعلقه برمضان. ماشي اوكي، فاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا تاني مع نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله كابتن عمرو الجندي.